في العاصمة النمساوية فيينا تتواصل أشغال الدورة 27 لمنتدى كرانس مونتانا. في برنامج الدورة مائدة مستديرة تمحورت حول موضوع المسؤولية الاجتماعية الدولية والأمن الطاقي ودور الطاقات المتجددة، ترأستها حكيم الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. من خلال تدخلاتهم دعا المسؤولون المغاربة إلى الرفع من حصة مصادر الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، وذكروا الحاضرين بأن المغرب يعتبر نموذجا معترفا به في جميع أنحاء العالم. اليوم تمت المشاركة في فعالية منتدى كروس مونتانا في النمسا في مدينة فيينا. هذا المنتدى هو فرصة للجمعية للتعريف بالمجهودات المعمولة على صعيد البرنامج الجهوي الأقاليم الجنوبية اللي عطى الانطلاقة ديالو صاحب الجلالة 2016. بالنسبة للمشاركين هون من شركات عالمية ومنظمات دولية. اللقاء كان مناسبة كذلك لتسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة في مجال الطاقات المتجددة وضرورة تشجيع البلدان في جميع أنحاء العالم لا سيما في إفريقيا على اختيار المزيج الطاقي. أردنا أن نبحث في الآليات والوسائل التي من شأنها أن تخفف من إنتاج الغازات الكثيرة التي تكون في المدن، كذلك من تخفيف طاقة لتسخين المنازل أو تبريدها في الوقت ديال الذي يكون ذلك ضروري، وكذلك كيف يمكن لنا أن نخفف من الأداء تجاه المدينة والساكنة أثناء التنقل وأثناء الترحال داخل المدن. أشغال الندوة اختتمت بالتنويه باختيار المغرب لاستضافة مؤتمر الأطراف COP22 المقرر عقده في نوفمبر المقبل في مراكش، وخلص المشاركون إلى أن الحاجة أضحت ملحة لالتزام دولي حقيقي لصالح الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.